راح نتكلم في هذا الدرس عن أول 3 أشهر من حياة الطفل وعلاقتها بالأمراض والحرارة. تعتبر أول 3 أشهر من عمر أي طفل هي الفترة الحرجة والتي يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة لازما لدخول المستشفى مباشرة، حتى ولو لم تلاحظ الأم أي علامات مرضية على الطفل من الضروري دخول الطفل إلى المستشفى، حيث أنه يكفي ارتفاع درجة الحرارة لتشخيص أمراض خطيرة مثل التهاب السحايا أو تسمم الدم أو غيرهما من الحالات الحرجة داخل الجسم. ممكن الميكروبات تسبب ارتفاع في درجة الحرارة بسبب إفراز المضادات أو كرات الدم البيضاء ومحاربة هذه الميكروبات، مما يولد لنا ارتفاع في درجة الحرارة الجسم. وارتفاع درجة الحرارة الجسم ممكن يسبب لنا موت لخلايا المخ، ومما يسبب لنا تخلف عقلي في الطفل نفسه بسبب درجة الحرارة أو ارتفاع درجة الحرارة. وهذا الأمر مهم جدا في الوقاية والعمل في هذا الموضوع بسرعة، والتصرف بسرعة قصوى لإنقاذ الطفل من هذه الأمراض وزيادتها ومضاعفاتها أيضا في هذا الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس. هذا أهم شيء موجود، وهي ارتفاع درجة الحرارة في أول 3 أشهر. كان معكم الباحث خالد من سعود الحليبي، نشوفكم في درس قادم إن شاء الله.